عشاق القهوة كتار، لكن قليل اللي شربها على قارب مع صوت أمواج البحر الأسود. اسمعوا مني، عن جد الطعم غير. الرياضة، شو بدكم أحلى من هيك؟ جو نقي ونسمات عالية لحتى تعملوا في رياضتكم المفضلة. ومثل ما رياضة جو الخاص ومستمتع فيها كمان للأطفال جو الخاص. أكيد أنا وأنت منسعى لحتى يكون عنا بيت واسع وهني، وإن شاء الله رح نحقق هذا الهدف. الله. وبعد الجري والركض صار لازمة نص ساعة سباحة. أنا عارف إن موعد تسليم المسبح رح يتم الصيف المقبل في قسم للرجال وآخر للنساء. على فكرة بيتي بيبعد 10 دقايق بس عن مركز المدينة، تفضلوا نعمل حفلة بالسيارة. الشقة لها إطلالتين على البحر من زاويتين، حقيقة العيش بطرابزون بده شقة مثل هي. البلكون عم يجمع بين الصالة والمطبخ، وهذا الشيء عم يخلي في حركة وحيوية داخل الشقة. ولأنه الأصدقاء دائماً مرحب فيهم، في عندي سويت خاص ومستقل ومتكامل لإلهم. وهي غرفتي الماستر روم، وشو بدكن أحلى من هيك إطلالة على البحر. يلا مع بعض رح فرجيكم باقي الغرف. طبعاً في عندي بغرفة الماستر روم غرفة الملابس وأكيد حمام خاص فيها. هون عنا الموزع مع غرفة الغسيل. طبعاً حاسس الغرفة كتير كبيرة، فممكن أقلبها شيء تاني مع المستقبل، بس ما اعتمدت. وهذا السويت اللي فرجيتكم إياه قبل شوي عبارة عن غرفتين للضيوف للزوار وحمام خاص فيهم. منكمل شقة طبعاً مساحتها 255 متر مربع، وفي عندي حمام كمان واسع جداً. تشطيبات ببيت كتير حلوة، معتني فيها وصارف عليها. هون في عندي الغرفة أيضاً، غرفة ممكن كمان نعتبرها للضيوف، نعتبرها للأطفال اللي بدكم، يعني أنا معتبرها أكيد للأطفال. هون في عنا الملعب، أنا مسمي هذا الصالة ملعب. شوفوا ما أكبرها، في عندي إطلالة أولى منا على البحر والمدينة، والإطلالة الثانية على البحر، إطلالة خيالية. شوفوا معي طبعاً من البلكون فيني فوت على المطبخ بشكل مباشر. وهي هي شقتي، 4 غرف وصالة.
بدي تحكوا لي شو رايكم فيها. اجاني ضيف، يلا سلام. مشروع مارينا سيتي، 4 بلوكات على مساحة 28,000 متر مربع، 13,000 منها مساحات خضراء، 299 شقة سكنية بأنماط مختلفة، 3 وصالة، 4 وصالة، و5 وصالة، 90% منها بإطلالة مباشرة على البحر. لمزيد من المعلومات التفصيلية تواصلوا معنا في امتلاك العقاري.